السلام عليكم اخواتي المتتبعين كي لاباس عليكم واش اخباركم كي كل الصحيحه كلشي مزيان نتمنى لكم نشوف الفيديو يكون بخير وعلى خير وصحه جيده ان شاء الله هذه امه امه الولد اللي طاح من الشجره وتهرس لي العمود الله يجازيكم زي بخير تعاونوا مع مسكين امه كتناشدكم القلوب الرحيمه الله يجازيكم زي بخير مسكينه من دوية احتياجات الخاصه حاله لا عليها هذا الدري مسكين طاح من الشجره و وتهرس من عمود الفقيري وهو دابا هو اللي كان معاون والديه ودوكا كيطلب محسنين تعاونوا معاه باش مسخاكم الله الله يجازيكم بخير تعاونوا معاه شرو ليه مسكين شي موتور باش غادي يعود يتحرك فيه هو راه في دوار الحمري بطريق صويره اه بين بركة الراضي وتالمس بين ركت تلامين بركة براك لامين وتالمس هانتوما كتشوفوا هاد الجبال جوغة في شي العزله ومكرفسين في الشتاء وفي البرد وفي الثلج ما كاينش اللي غادي يشوفوا هنا جاوا مساكن ما عندهم لا ريزو ولا والو غنحط لكم الرقم ديال الهاتف ديالو اتصلوا به الله يجازيكم زي بخير هذا الولد عنده سميتو حسن وعندو 30 عام ولي كان يجيب لقمه العيش لوالديه والديه ما في حالهم شحال لا يرتلع وملي تهرس من العمود الفقير دار مسكين كرسي متحرك وجلس في الدار كرفس بزاف وكيطلب من محسنين يكرو لي شي بيت في سبيت تاع المست طريق صويره يستاهل مصن... باش يدير شي بيع او شري بيع كلينيك ولا بيع فانيد ولا بيم ولا داكشي باش يشري غير الدواء وليكوش ومكرفس بزاف وباه خدام في البني خز... با خدام فيه كيخدم ب 35 و... درهم كيخدم يضل كي خدام في البني وكيشري لولدو الكوش الكوش الباكيه كدير 40 درهم كي غيدير مسكين هذا هادي خمسة وثلاثين درهم غادي يدير لها واش يصير بها واش يعاون بها الدري ويشري بها الدواء الله يجازيكم بخير كناشد القلوب الرحيمة من دوية احتياجاتي الخاصة حالة لا يرتاليها أنتم تشوفو الجبال أنتم ما كتشوفو الجبال وكتشوفوا الشعاب جاو في العزلة طيزة بخير داخل الوطن وخارج الوطن تعاونوا مع هاد الولد ديرو ولدكم ديرو خوكم ما تخلوش هاد الفيديو بات عندكم امانة في عناقنا بارتاجو فيسبوك وستغرام وبادساب بارتاجو مع صحاباتكم ومع احبابكم الله يزازيكم زي بخير اللي دار شي في سبيل الله لله في سبيل الله فكر بمعنى الكلمة باش ما عاونكم باش مسخكم سيدي ربي اللي ما عندوش يبارطاجي بارطاجي الله يحفظكم والله يخلي لكم وليداتكم هذا هو الترونسبور ديال اللي كيهبطوا باش كيشدوا باش كيمشوا للمستشفى وكيمشوا ال... للسبيطار باش كيدو داك الولد كيدو للطبيب وهذا العمليه وما نجحتش ليه الزغبي كيفكر في انتحار والمحسنين المحسنين اللي معاونين معاه شاري لي شي غادي ديال بي مع القناه باش يتلاها وتقنت بزاف وكيضل يبكي بكي وما كشتو حشمال ما بغاش يدير الفيديو ما بغاش يدير بستين كشيفه باش دار هذا الفيديو هذه هي الكرويله كيشدوها يهبطوا الشانطي لابيس وكي وكيشدو كيمشيو بها السوق وكيمشو للسبيطار وكيمشو الله يجازيكم بخير الله يحفظكم اللي دار شي دار دارو سيدي ربي في لله اللي دار شي لله تعاونوا مع هاد تعاونوا لي الله يجازيكم بخير راه مو مسكينه مسقومه ما أم قادا كتهضر الله يكون في عوانكم عوانهم الله يكون في عوانهم الزغبين الله يجازيكم بخير الله يحفظكم الله يضر لكم وليداتكم الله يخليكم صحيحتكم وانتم ما كتشوفوا انتم شوفوا الطريق كي دايره والجبال بلا ما نخبي عليكم حتى حاجه نشوفوا في ساكنين هاد الناس كرفسين بزاف معنى الكلمه داويه احتياجات الخاصه كرفسين زوبين ما كاينش لي يعاونهم ما كاينش اللي يصير عليهم ما كاينش عيان ولا مراك شتو حالتها والولد راك شتو حالته وما خفاك الباديه راه الله يكون في العوان ها خدمو مساكن في الفلاحه الله يجازيكم بخير انتم شوفوا الوليد الزغبي مكرفص يضل ساد عليه في هذا البيت تا هو غيدير شي بيع قاعد في كرسي متقاعد قال لك يدير بيع عا باش يتلاها واخا مريض باش ينسى الالام اللي فيه ما عش تعاود لنا مو قيتك من 6 الصباح يشري عش ديال الفاني ديال ديال المهدين باش يتهدن الله يجازيكم بخير اخواتاتي الله يعاونكم الله يحفظكم بارطاجيو الفيديو بارطاجيو ما بيتوش عندكم بارطاجيو والسلام عليكم ورحمه